الان راه ما كان والو جوسكا بريزون بدو يريح يقول في الميزان في السوق القديم عندنا المحل تاعنا بكوا غطنا بكلش كي راح للسوق خلاونا كي ولينا نجري ونجيو لهنا وطلعنا للوزاره قال لك انتم تنتجموا يهزوكم يديوكم ثم جابوا الوعد باللي مقبول هذاك مازال ما بين عام وحنا قاعدين المحلات وكل راهي الاغلبيه تاعها مسكره وهما راهم كل يوم يتمسخروا بنا مديري التجاره الجمعيه العامه ماكرو انا فرينا لكم المشكل تاعكم غدوه الجمعيه العامه دوك رانا في مده تاع عام ما كاين والو تحل بينا السوق ست شهور ولا هذاك هو يخدم بينا احنا ومن بعد كي جابوا تاع الفجر ولينا احنا كشغل نحانا من السوق ولا قال لك لازم تكري عند فلان ولا عند فلان ولا ما تخش للسوق رانا عندنا مده عام وحنا قاعدين احنا بولادنا قاعدين نطيشوا وما يعطينا الوعود غدوه غير غدوه ونهار كامل وما يتمسخروا بينا رانا قاعدين نطيشوا عندنا الغرامه راهي تمشي عندنا الكاسرونز راهي تمشي احنا المطلب الوحيد تاع الناس هذو الوعد اللي عطاهم الوزير الى راه هنا الموافقه راهي هنا يقولوا لهم عليه يعطيهم حالهم خليهم يروحوا يخدموا رايحين يخلصوا بالدراهم ماهمش رايحين يديو باطل والى ما كانش يقولوا لهم ما كانش اخر النسبي اللي جا فيما يخص التنفيذ اولا ما يخفاكمش باللي فيه تعديل على رئاسة المدير العام المدير العام تاع ماكسي تيفال تم تنصيبه حوالي شهر أقصى حد شهر ثانيا ما يخفاكمش باللي تسيير السوق هذا يخضع بمسمى المداولة على مستوى الجمعية العامة ثالثا باش يحدوا الصيغة باسكو لأنه التحويل ماهوش مجاني على غرار الناس اللي فاتوا من قبل اللي هما لي مونداتير فيه 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 اجراءات قيمه الكراء دفعات نفس الشيء راح يطبق على 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 هذو لي طوندول وبالتالي قضيه وقت